بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أمة الإسلام، حجاج بيت الله الحرام، فمن رحاب البيت المعظم ومن جوار الكعبة في هذه الأيام المباركة ينعقد هذا المجلس المبارك في هذه الأيام العظيمة المعظمة عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وهذا نحن نقعد في مجلس من مجالس الذكر نتفيأ في ظلاله غشيان الرحمة وتنزل السكينة، وأن تحفنا الملائكة عليهم السلام، وأن يذكرنا الله جل جلاله في الملكوت الأعلى. فنسأل الله أن يجعله مجلساً مباركاً عامراً بطاعته وذكره سبحانه، مقرباً إليه جل جلاله، مثقلاً لنا في موازين الحسنات. أيها الكرام، أظلتنا أيام عظيمة كريمة مباركة، وهذا المجلس مفتتح مجالس متتابعة إن شاء الله تعالى للحديث عما جئتم لأجله وفد الله حجاج بيت الله الحرام في أداء هذا النسك الكريم والعبادة العظيمة حج بيت الله الحرام، فإن لهذه العبادة الجليلة مقاصد شرعية كبيرة عظيمة عند الله. والحديث في هذه المجالس سيتناولها على اتباع تفصيلاً بعون الله سبحانه، وسيكون بين يدي حديثنا عن هذه المقاصد الشرعية لحج بيت الله الحرام مقدمة في مجلس الليلة فيها مدخل للحديث عن هذا الظرف الزماني الذي أظلنا وجاءت عبادة الحج في بين طيات هذه الأيام العظام. فإن الحديث عن مقاصد الحج حديث عن روحه وصلبه وهدفه السامي، حديث عن الغاية التي لأجلها شرع الله حج بيته الحرام، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إيجاب الحج في شريعة الإسلام حكم شرعي غدا ركنا من أركان الدين، ولأنه ركن عظيم فإن من ورائه حكماً جليلة ومقاصد عظيمة الحديث عنها في هذه المجالس يتناولها بالتفصيل تباعاً إن شاء الله تعالى مما دلت عليه آيات الكتاب الحكيم وأرشدت إليه أحاديث النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وبين يدي حديثنا عن هذه المقاصد هذا المدخل في الحديث عما يحف هذه العبادة من أيام عظيمة مباركة. ولهذا فإننا نتناول في مجلس الليلة طرفاً من الحديث عن بركة الأيام التي تغشانا أمة الإسلام. إنها أيام عظيمة وليالي مباركة أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم، فقال عز اسمه في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. هي الليالي هذه التي نعيشها ونحن في ثاني لياليها الليلة. أيها الكرام، في قول جمهور المفسرين إن الليالي العشر التي أقسم الله تعالى بها هي أيام عشر ذي الحجة، كما أخرج الإمام الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن زرارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وكذا أخرج عن عدد من السلف قال ابن عباس في رواية ابن أوفى: إن ليالي العشر اللائي أقسم الله بهن هن الليالي الأول من ذي الحجة. وقال مسروق: عشر ذي الحجة وهي التي وعد الله موسى عليه السلام. وهذا قول جل أئمة المفسرين من السلف فمن تبعهم رحمة الله عليهم جميعاً، كما هو قول مجاهد وقتادة والضحاك وعدد كبير من أئمة المفسرين سلفاً وخلفاً. هذا ماذا يعني لنا أيها المسلمون؟ أن يقسم الله عز وجل بأيام فتكون موضعاً لقسمه الجليل وهو الرب العظيم سبحانه. أما إن لله أن يقسم بما شاء من خلقه،
سبحانه وتعالى، لكنه جل وعلا إذا أقسم بشيء من خلقه كان ذلك دلالة على عظمة شأنه عنده سبحانه، وتنويها بجلالة قدره. كما أقسم الله ببعض أجزاء الزمان، أقسم بالعصر سبحانه، وبالضحى، وبالفجر، وبالليل، وبالنهار. إقسامه سبحانه بأي شيء من خلقه دلالة على عظمته وتنويه بشأنه. فما العظمة في هذه الليالي؟ وما التنويه بشأنها الذي جاء في هذا القسم العظيم؟ بل إن الله لما أقسم بتلك الآيات في سورة الفجر فقال: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. هذه خمسة أمور أقسم الله بها كلها عظيمة. قال بعدها: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما معنى لذي حجر؟ لذي عقل. يسمى العقل عند العرب حجراً لأنه يحجر صاحبه أن يمنعه عما لا ينبغي له أن يفعله. فمن كان ذا عقل حصيف وحكمة نأى بنفسه عما لا يليق به من الأخطاء والتجاوزات وما لا يحسن أن ينسب إليه العاقل. يقول الله: هل يا عبادي فيما أقسمت لكم به قسم كاف لمن كان له عقل؟ أما إنها والله إشارة إلى أن العقل الحصيف والقلب المسلم ينقاد إلى بيان عظمة تلك الأمور التي أقسم الله تعالى بها، ومن بينها هذا القسم بالليالي العشر التي ذكرها الله عز وجل في قوله: وليال عشر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي يقول تعالى ذكره كما يقول الطبري رحمه الله: هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي حجر؟ وإنما عني بذلك إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربه مما هو أغلظ منه في الأقسام. وأقسم الله تعالى بها وجعلها دلالة على تنبيه شرفها، وفيها المعاني العظام والبركات الكرام التي يأتي ذكرها والإشارة إليها والتنويه بها تباعا. فجعل الله عز وجل القسم بها مقنعا وكفاية لكل ذي عقل يدرك معنى كلام ربه الكبير المتعال جل جلاله. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بلى يا رب، فيه الكفاية والمقنع لنا أمة الإسلام، وكلام ربنا على الغاية من التعظيم والإجلال. هي الليالي العشر إذن التي أقسم الله تعالى بها، وهي ذاتها التي تتناول الأيام المعلومات، وتلك منقبة ثانية للأيام التي نعيشها اليوم أمة الإسلام. قال الله عز وجل في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات. وفي قول كافة أهل العلم إن الأشهر المعلومات للحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فقوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، يتناول الشهرين وعشرة أيام، فتقع هذه العشر الأول من ذي الحجة خاتمة الأيام المعلومات، الأيام في الأشهر المعلومات، وهي الأيام المعلومات التي ذكرها الله في سورة الحج في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهي الأيام العشر من ذي الحجة أيضا في قول جمهور أهل العلم. إذن هذه العشر الليالي التي أقسم الله بها وهي خاتمة الأشهر المعلومات في أشهر الحج، وهي الأيام المعلومات التي جعلها الله عز وجل مناطاً لإقامة ذكره سبحانه وتعالى في مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج التي ستأتينا تباعاً. أيها المؤمنون، ربنا عظيم، وإنه سبحانه وتعالى فضل ما شاء من خلقه على ما شاء سبحانه، وهو القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فضل سبحانه بعض خلقه
وفضل بعض الأماكن وبعض الأزمنة، فمما فضل الله من الزمان شهر رمضان، ومما فضله سبحانه العشر الأول من ذي الحجة، وفضل يوم عاشوراء وأياما عدة في العام. هذه حكمة لله وقدر يختار به ربنا سبحانه وتعالى ما يشاء، ولأن لله نفحات وهبات، فإنها أي الأيام الفاضلة هي موئل وموطن ومظنة تلك الهبات والنفحات في رمضان وفي العشر الأخيرة منه على وجه الخصوص، هي موضع عظيم لهبات ونفحات وكرامات يمنح الله بها ما شاء لمن شاء من عباده. وكذلك الأمر في هذه الأيام التي تغشانا أيها المسلمون، ولأنها مواسم عظيمة فإن القلوب المؤمنة ترتقبها بشغف، هي تدرك أن الرب كريم سبحانه، وأن الهبات من الكريم عظيمة، وأن الأيام الفاضلة والليالي المباركة هي أقرب لأن تنال فيها النفحات وتكتسب فيها البركات. ولذلك يعد المسلمون هذه المواسم فرصاً، وهي أيام يرتقبونها بشغف وحب، لأنهم يتعلقون بخالقهم لا غير، وهم قد علقوا قلوبهم وحياتهم ومماتهم بربهم مالك الملك. فإذا علموا أن له سبحانه نفحات، وأن له هبات وأعطيات، وأنه يختار بعض الزمان فيمنح فيه من الكرامة والأعطية والرزق ما لا يمنح في غيره، كان ذلك دافعاً لهم على مزيد من الطمع والتعلق بما وهبهم ربهم سبحانه وتعالى. لما هذه الأيام؟ أيام عشر ذي الحجة بتلك المثابة والمنزلة الكريمة، هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، والعمل فيها أحب العمل عند الله عز وجل أيضاً على الإطلاق، وهذان أمران منفكان. الأيام أيام فاضلة هي مفضلة في سائر أيام العام، والعمل فيها عمل عظيم مبارك محبوب عند الله عز وجل. في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما العمل في أيام أفضل، وفي رواية: أرجى، وفي رواية: أزكى، كما عند الترمذي. تأملوا هذه الألفاظ الخارجة من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا عمل أفضل، لا عمل أرجى، لا عمل أزكى، لا عمل أحب إلى الله. بالله عليكم، أيزهد مسلم في قربة وحسنة ومثقال ذرة من خير في موضع يعلم أنه لا أرجى له منه عند الله، ولا أزكى في صحيفته يوم يلقى الله، ولا أحب عند ربه الذي يحب عمله الصالح في هذه الأيام؟ أرأيت تسبيحتك وتكبيرك واستغفارك؟ أرأيت صدقتك وصلاتك وركعتك وسجدتك؟ أرأيت آيتك التي قرأت وحزبك من القرآن الذي تلوت؟ أرأيت كل شيء فعلته في هذه الأيام؟ والله لا أفضل منه عند الله، ولا أحب منه عند الله، ولا أرجى لك عند الله، ولا أزكى في صحيفتك يوم تلقى الله مما ستفعله هذه الأيام. فمسكين والله ذلك العبد الذي يفوته هذا الرجاء وهذا الزكاء، هذا الفضل، هذه المحبة التي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذه الأيام، فتمر عليه هذه الأيام مرور الكرام، ويصبح لا فرق عنده بين اليوم وأمس، وبين هذا الأسبوع والأسبوع الماضي. هذه والله من أعظم مواطن الغفلة التي يمكن أن يوقع فيها الشيطان بعض عباد الله، أن تمر عليه هذه الأيام العظيمة كسائر أيام العام. تدري ليش نقول إنها غفلة؟ لأنها عند الله ليست كسائر أيام العام، هي عند الله ليست مثلها، فكيف تكون عندي وعندك مثل باقي أيام العام؟ من أدرك أن ربه سبحانه وتعالى اصطفى هذه الأيام
كان له فيها مع ربه سبحانه وتعالى شأن وعمل وقربة يفعله في غير ما يفعله سائر أيام العام. وأنا وأنت سائر أيام العام إما محسن وإما مسيء، فمن كان منا محسنا فليزدد إحسانا، ومن كان منا مسيئا فليكف عن إساءته وليقلب صفحة يتقرب فيها إلى الله عز وجل في هذه الأيام العظيمة التي سمعتم فضلها ومكانتها عند ربنا عز وجل. هذه الأيام التي أخبر أنها أفضل أيام الدنيا والعمل فيها أفضل من غيرها دل على أن أداء الفريضة في هذه الأيام خير من أداء الفرائض فيما سواها، وأن فعل النوافل والمستحبات فيها أيضا خير وأعظم أجرا من النوافل والمستحبات في غيرها. وليس معنى هذا أن النافلة في هذه الأيام خير من الفريضة في غيرها أبدا، فإن الفريضة لا يعدلها شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه العشر يا كرام يفاضل أهل العلم فيها بينها وبين العشر الأخيرة من رمضان. وقد قال أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، يعني السلف كانوا يعظمون من العام ثلاث عشرات: العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأولى من ذي الحجة، والعشر الأولى من شهر الله المحرم. هذه عند السلف كانت عشرات معظمة، ولأن العشر الأخيرة من رمضان عشر مباركة عظيمة، فإن الراجح من قول أهل العلم أن أيام عشر ذي الحجة التي أنتم فيها أيها المسلمون خير من غيرها، وفضلها يعم الليل والنهار، لكن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر. وأما النهار فأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان لاشتمالها على يوم النحر ويوم عرفة ويوم القر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأيام، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. هذه الأيام العشرة اكتنفت بين جنباتها أياماً الواحد منها له من الفضل ما يعدل أيام العام، ومن ذلك يوم عرفة تاسع أيام هذه العشر، يوم يقف فيه الحجيج بصعيد عرفات يتقربون إلى الله ويلتمسون العفو والمغفرة والعتق من النار ويرقبون الميلاد من جديد في ذلك اليوم العظيم. يوم عرفة يوم عظيم، وفي الحديث الصحيح قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم عرفة هو في قول بعض أهل العلم المقصود بالقسم في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة ذاك اليوم الذي لا يوجد فيه دعاء وطلب وسؤال أعظم عند الله من يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يوم عرفة يستوي في فضله ونيل كرم الله الحاج وغير الحاج، أما الحجاج فبالوقوف في صعيد عرفات وبأداء النسك، وركنه الأعظم في الحج الوقوف بعرفة كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وغير الحجيج يلتمسون القربة بصوم يوم عرفة، ويحتسبون عند الله أن يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده، كما صح ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يوم عام البركة، عظيم الفضل، عميم المغفرة والرحمة والعتق من النار. هذا يوم ثقيل في الميزان عند الله بين أيام الدنيا. إذا نظرت إلى يوم عرفة فقلت: لو لم يكن في أيام العشر إلا يوم عرفة لكان كافياً أن ترجح كفة عشر ذي الحجة على سائر أيام العام، فكيف وقد أضيف إليها ما تقدم من المناقب قبل قليل
هي خاتمة الأشهر المعلومات، هي الأيام المعلومات التي أمر الله الحج وأقام للحجيج أداء النسك لأجل إقامة ذكره وشهود المنافع في هذه الأيام المعلومات. وأما يوم النحر الذي هو عاشر الأيام العشرة، يوم الأضحى المبارك، عيد المسلمين شرقاً وغرباً في أمة الإسلام، حيث تعمهم الفرحة بهذا اليوم العظيم، هو أيضاً من الأيام العظيمة عند الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وهذا يا كرام تفضيل مطلق لا يقابله شيء، إن أعظم الأيام، وهذا التفضيل المطلق من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم يجعل يوم النحر نصب عينيك يوما عظيما ترتقبه بشغف، تتسارع دقات القلوب في انتظار هذا اليوم العظيم. إذا كان هذا أعظم يوم عند ربك العظيم، فبالله عليك ما أنت صانع فيه؟ ما الذي ستفعله في أعظم يوم عند ربك العظيم سبحانه؟ شرع الله لك تكبيرة، شرع الله لك صلاة في العيد، شرع الله لك أضحية تذبحها فيه، شرع الله لأمة الإسلام حجاجاً وغير حجاج أن يجأروا ويجهروا وتصعد أصواتهم وتبح حناجرهم تكبيراً لله وتهليلاً وتحميداً، فتجتمع أمة الإسلام حجاجاً وغير حجاج على صوت واحد من الشرق إلى الغرب، لتجأر أمة الإسلام ويضج كوكب الأرض بالتكبير والتهليل والتحميد لربنا الكبير سبحانه. وفعلا تظهر أمة الإسلام عظمة هذا اليوم في شعيرتها، في شريعتها، في عقيدتها، في ثقافتها. فإذا أمة الإسلام عربا وعجما، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، كلهم على قلب رجل واحد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يفرح الحجيج وقد أفاضوا من عرفات، وإذا بهم يوم العيد أصبحوا في المزدلفة، فيتجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة فيتم حجهم ويؤدون نسكهم، فتعظم الفرحة التي لا تحملها صدورهم وقد أتم الله لهم النسك وأدوا الحج. وغير الحجيج هم كذلك يوم العيد تعمهم الفرحة والبهجة والسرور والتوسعة على الأهل والأولاد والعيال، تبادل التهاني وتوزيع الحلوى وأكل اللحم والتزاور والانبساط والفرحة والابتهاج، يوم عظيم. ومن مظاهر العظمة فيه أن تفرح أمة الإسلام بعظيم فضل الله عليها. هذه أيام عظيمة، يوم عرفة تاسع العشرة، ويوم النحر عاشر الأيام العشرة، فإذا أضفت إليها تتمة أيام الحج التي تلحقها في أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أدركت رعاك الله أنها أيام اتصل فيها من العبادات وأداء النسك ما تثقل به موازين العباد، ويرجعون به بعد الحج كما ولدتهم أمهاتهم، قد غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم، وعادوا بيض الصحائف بيض الوجوه، وقد أملوا في ربهم وأعظموا الثناء وأطرقوا في الدعاء كل الأبواب. فإذا بهم لا تحسعهم البهجة ولا تحمل أقدامهم الأجساد، وهم يطيرون فرحا وشوقا بعطاء كريم ونوال تبتهج به الصدور، وهم يعودون في تلك الأيام التي يعلمون عظمتها عند الله. هذه الأيام بهذه العظمة وما اكتنفته من الأيام هي أيضا تجتمع فيها أمهات العبادات، تجتمع فيها الصلاة، ويؤدي المسلمون صلواتهم كل يوم وليلة، ويؤدون فيها الصدقات، ومن صدقات الحجيج إهداء النسك وذبح الهدي والأضاحي، وأيضا يؤدون فيه النسك وهو الحج بيت الله الحرام. فاجتمعت أمهات العبادة في هذه الأيام بما لا يجتمع في غيرها، وأركان الإسلام الخمسة تجتمع حصرا في هذه الأيام المعلومات: الصلاة والصدقة والصيام لمن يتطوع به تنفلاً، وحج بيت الله الحرام. فاجتمعت أركان الإسلام
فثقلت بذلك كفة هذه الأيام التي ترجحها على سائر أيام العام. اسمع رعاك الله، كان سعيد بن جبير سيد التابعين رحمه الله تعالى كان يجتهد إذا دخلت العشر اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه. ولما يقال شأن رجل في الأمة مثل سعيد رضي الله عنه ورحمه، فلتعلم أنه أحد قدوات الأمة وأئمتها الكبار، وهو في سائر أيام العام مضرب المثل في العبادة والصلاح والزهد والتقى. فمن كان هذا شأنه كيف يقال عنه إذا دخلت العشر اجتهد اجتهاداً لا يكاد يقدر عليه؟ إنه باختصار انتقال بالنفس والعمل إلى مرتبة يبحث عنها العاقل الحصيف، يبحث عن مرتقى أعظم مما هو فيه ولو كان في قمة السلم صلاحاً وزهداً وتقاً لله عز وجل، لكنه المبدأ الذي عاش عليه سلفنا رحمة الله عليهم. وكان يقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، يريد رحمه الله إحياء هذه الليالي بالقيام والذكر والمناجاة والدعاء بين يدي الكريم سبحانه الذي يحب العمل الصالح في هذه الأيام. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر عظمة هذه الأيام ودلنا على عظمة وفضيلة العمل الصالح فيها، قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك صيغ عدة أشهرها عند أهل العلم ما يقوله المسلمون في مساجدهم وجوامعهم وطرقاتهم وبيوتهم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد صح أيضاً في الصيغ: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. التكبير الذي أمرنا بالإكثار منه هذه الأيام المباركة أمة الإسلام حق علينا أن نمتثل وصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إن الكثرة والإكثار أيها الكرام تعني ألا يقتصر أحدنا على مرات معدودات يقولها في يومه وليلته. أنت الآن عبد الله، أنت هذه الليلة، بل منذ البارحة وما سيأتيك من أيام، أرقب أنفاسك ولو استطعت أن تجعل في كل نفس منها تهليلاً وتكبيراً وتحميداً فافعل. وإذا بلغت بتهليلك وتكبيرك وتحميدك الألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف، فإنك والله مسابق إلى امتثال وصية نبيك عليه الصلاة والسلام. ونعم ما يفعل المرء في مثل هذه الأيام المباركة أن يسابق إلى نيل كرم وعطاء ووعد كريم دل عليه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يا كرام، العمل الصالح فيها محبوب، والتقرب فيها إلى الله عز وجل واسع الأبواب، واغتنام هذه العشر يقع بكل عمل صالح، إن تصدقت ولو بالقليل، وإن صليت نافلة ولو بركعتين، وإن فتحت المصحف وقرأت ولو آيتين، وإن ثقلت عن كل ذلك وتوسدت الفراش فقلت على فراشك: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وتنقلت بين تكبير واستغفار وتهليل وتسبيح، فوالله لا تدري كم تحصي في ميزان حسناتك، ولا تعلم ما الذي يراد لك من الأجر والخير وأنت تتقلب في هذه الأيام الفاضلة بين هذه العبادات العظيمة. عجيب والله أن نجد في أنفسنا النشاط والجد والاجتهاد والعمل في أيام معدودة في العام هنا وهناك، نتسابق فيها ثم نتكاسل أو نثقل أو نغفل عنها في هذه الأيام المباركة. يا كرام، إن العزائم التي شمرت عنها القلوب المؤمنة في رمضان واجتهدت في العشر الأواخر فاعتكفت وختمت وبكت وخشعت، هي ذاتها التي يراد لها أن تكون في هذه الأيام أشد حرصاً مما كانت عليه في رمضان.
إي والله، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دل فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ولا اعتكافك ليالي العشر الأواخر من رمضان ولا اعتكافه، ولا ختماتك للقرآن التي فعلت في رمضان ولا تلك الختمات، ما من شيء. بل الصحابة سألوا عن ما هو أكبر من الاعتكاف وختم القرآن وعمرة رمضان، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ جاءوا من الآخر فسألوا عن ذروة سنام الإسلام الذي لا شيء فوقه، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني من يعمل عملا صالحا هذه الأيام هو أعظم حتى من الجهاد في غير هذه الأيام. واستثنى صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا فقال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. المجاهد الذي ضحى بنفسه وماله فقبله الله شهيدا وقبل جهاده بنفسه وماله، ذاك الذي لا يعدله شيء ولا يمكن أن يفوقه في ثواب عمل صالح سواه أي باب من الأبواب. هذه الأعمال الصالحة التي نحث النفوس عليها ونتواصى بها ويذكر بها بعضنا بعضا ونحاول قدر المستطاع أن نجتهد بأنفسنا وأهل بيوتنا من الزوجات والأولاد حرصا والله على أن نستبق ما بقي من أعمارنا في ادخار عمل صالح، لعلها تكون الحسنة التي تنجينا يوم نلقى الله. كل هذا في كفة، وما جئتم لأجله معشر الحجيج من بلدانكم إلى بلد الله الحرام لأداء النسك في كفة أخرى، فإن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله في هذه العشر هو أداء حج بيت الله الحرام، خصوصا إن كان حج فريضة. وقد قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. هذه العبادات والنسك خاصة لمن جاء معتمرا وحاجا حج تمتع أو حج إفراد أو حج قران، هذا من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله. بل إن الحاج وحده في الأمة الذي بوسعه أن يؤدي عبادة لا يشاركه فيها إلا الحجاج، ويبقى في الأمة قرابة 2 مليار يغبطونكم على ما أنتم عليه، وأحدهم ربما يزاحمكم في الصلاة والذكر والصدقة والاستغفار وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان وكفالة الأيتام، يسابقونكم في كل أبواب الخير وربما فاقوكم بأضعاف أضعاف. فإذا جاءوا لباب النسك وأداء الحج فإذا أنتم وحدكم على الباب يغبطونكم والله أنكم تعملون عملا صالحا في هذا الموسم في هذه الأيام، لو كان بوسع أحدهم أن يبذل ما ملكت يداه ليشارك يوما معكم بل ساعة من ساعاتكم في صعيد عرفات لفعل لفعل، لكنها الاستطاعة، لكنها قسمة أرادها الله عز وجل لمن أراد أن يأتي ليقف معه ويكون في ديوان الحجيج هذا العام. فحج بيت الله الحرام من أفضل الأعمال وأجل القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم عز وجل في هذه الأيام العظيمة المباركة، وهم يعلمون أنهم يتقربون إلى الله بعمل صالح يحبه جل جلاله. يشارك الحجيج أمة الإسلام في كل الأعمال الصالحات وينفردون عنهم بأداء النسك، فهم يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويبيتون في منى والمزدلفة ويقفون بعرفات ويرفعون الدعوات، كشفوا رؤوسهم، تجردوا من ملابسهم، ارتدوا الإزار والرداء، أضحوا ملبين وانطلقوا بين تلك المشاعر تقودهم القلوب قبل الأقدام، يبحثون عن مواطن الرحمة، فإذا هم يستظلون بظلالها في منى ثم في عرفات ثم في المزدلفة ثم يعودون فيذكرون الله ذكرا كثيرا
وهم يلتمسون الرضا والرحمة والعفو والمغفرة. هذا الفضل الكبير الذي خص به من أكرمه الله فجاء فقال لبيك اللهم لبيك. أيها الكرام، الحديث طويل وذو شجون، لكن أردنا منه في هذا المقام وفي هذا المجلس أن يكون مدخلاً لما سنتحدث عنه بدءاً من ليلة الغد إن شاء الله في الحديث عن مقاصد الحج العظام التي جعلها الله عز وجل بين يدي كل من قصد هذا النسك في أدائه قاصداً بيت الله الحرام والمشاعر العظام. كل ما قيل فيما سبق من فضل الزمان والمكان يشارككم فيه أهل الإسلام وتنفردون عنهم بأن جمع الله لكم مع فضل الزمان في هذه العشر المباركة وما سيكون في ثناياها من خصوص بعض الأيام كيوم عرفة ويوم العيد، أن خصكم الله بأمرين اثنين، أحدهما أداء النسك الذي انفردتم به عن سائر الأمة. يحج هذا العام 1,000,000 مسلم فقط من بين قرابة 2,000,000,000 مسلم. عرفت كم نسبتك اليوم، كم تعدادك بالنسبة إلى الأمة؟ أنت والله قطرة في بحر. أسألك بالله، أدركت عظيم فضل الله عليك أن أذن لك وأتى بك من بيتك إلى بيته ومن بلدك إلى بلده الحرام؟ لا تظن أن المسألة تعلقت بقدرة وأسباب بذلتها ومال ملكته وجاه وعلاقات أوصلتك اليوم إلى حج بيت الله الحرام، لا والله، ففي الأمة من هو أصح بدناً مني ومنك ولم يحج، وفي الأمة من هو أغنى مني ومنك ولم يحج، وفي الأمة من هو أوجه مني ومنك ولم يحج، وفي الأمة من هو أقدر بكل الأسباب مني ومنك ولم يحج. لكن لما أذن الله لك أن تأتي فتحج ولم يأذن لغيرك، فحري بك ألا يفتر لسانك عن حمده والثناء عليه وذكره سبحانه بما هو أهل له. فلما قلت لبيك اللهم لبيك مؤكدا هذا المعنى، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا تعول على شيء في مجيئك لهذا النسك، أنت فقط عالة على فضل الله عليك وكرمه سبحانه وتعالى لك ومنته وعطائه التي حباك بها من بين سائر خلقه. لست لأنك المصطفى المختار من بين خلقه، ولا لأنك التقي الزكي النقي من بين عباده، ولا لأنك صاحب السر الخفي من بين خلقه، لكن الله أراد بك خيرا. فاقدر ربك حق قدره واذكر نعمته عليك واجعلها حاضرة بين عيني كلما قمت وقعدت وأصبحت وأمسيت ونمت واستيقظت، تمضي أياما عظيمة مباركة خصك الله بها. هذه أولى الخصلتين التي تنفردون بها معشر الحجيج عن سائر خلق الله في الأمة هذا العام. وأما الخصلة الأخرى فانفردتم عنهم بفضل المكان وشرفه، هذا البلد الحرام، البلد الأمين، الكعبة، البيت المعظم، حيما عظم الله من الأرض بقعة كما عظم بيته الحرام. فأنتم في خيرة خلق، خيرة ما خلق الله من البلاد. ولما خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة قال والله إني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، وفي رواية أحب أرض الله إلى الله. فأنت عبد الله تعيش أياما وتمر بك ليالي وأنت على أطهر بقعة على وجه الأرض وأشرف مكان وأعظم بلدة هي المصطفاة والمختارة التي اصطفاها الله واختارها من بين البلاد. ففضيلة المكان المحفوفة بفضيلة الزمان المضافة إليها فضيلة العبادة والانفراد بالنسك الذي انفردتم به عن سائر العباد في الأمة هذا العام، تحمل أحدنا حملاً على أن يعيش أيامه العشرة هذه غير عيشته سائر أيام العام. حقاً والله عليك أن تبحث لنفسك في كل يوم وليلة تمر بك عن شيء تختلف فيه عن نفسك أنت سائر أيام العام. لا ينبغي أن تمر بك الأيام والليالي وأنت كما أنت. دع عنك التفريط والتسويف وضياع الأوقات، أترك رعاك الله كل ما لا ينبغي لك أن تنشغل به،
وأجل كل ما يمكن تأجيله وتفرغ للمعالي للعظائم. أقبل على رب كريم أعطاك وآتاك واصطفاك واجتباك وجعلك من بين خلقه اليوم في رحاب بيته الحرام، فعظم هذه المعاني وأقبل على رب كريم خصك من بين خلقه، وليرى الله منك شكر هذه النعمة عملا قبل القول باللسان، وليرى الله من حالك وفعالك وصمتك وقيامك وقعودك ما يدل على أنك عبد فطن أدركت عظيم فضل الله عليك، فإذا بك تلهج بأعضائك وحواسك وكل جوارحك قبل لسانك تلهج حمدا وثناء وتكبيرا وتسبيحا وذكرا له سبحانه وتعالى. هذه الأيام التي قد مضت ليلتها الأولى ونحن نخط الأقدام في ليلتها الثانية ستمضي تباعا، وأردت بهذا المدخل أيها الكرام أن يكون حديثنا عن الحج وما يحف به من المعاني العظام محفوفا بإطاره الزمني المبارك العظيم الذي ألقينا عليه إطلالة عاجلة. هذه الأيام عظيمة ولعظمتها فرض الله فيها حج بيته الحرام، ولذلك فإن عبادة كالحج يشرع لها السفر والارتحال والاغتراب ودفع المال والمكث في هذه البلاد أياماً وأسابيع عدة، أبداً لن تكون في ميزان الشريعة عبادة جوفاء لا قلب لها لا روح لا لب في داخلها، أبداً يحال أن يكون كذلك. والله عز وجل حكيم وشريعته حكيمة وكتابه حكيم سبحانه وتعالى، فمن كانت له الحكمة البالغة جل جلاله تنزه شريعته أن يكون فيها من الأحكام والتكاليف ما يخلو عن المقاصد العظيمة الجمة البالغة التي من وقف عليها أدرك سر التشريع وأصاب المقصود الأكبر من العبودية. خلقنا الله لنكون عبادا له، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وطرق العبودية تؤتى من أبوابها، وأبوابها في هذه العبادات الأمهات كالصلاة والصيام والزكاة والحج، إنما تلتمس من تلك الأبواب العظيمة وهي مقاصد العبادات. للحج مقاصد جليلة وله أهداف عظيمة سامية، وحسبك أن تدرك أنه لجلالة مكانته أعني الحج وعظيم منزلته بين العبادات جعله الله تعالى في هذا الظرف الزماني الذي فضل على سائر أيام العام، فعبادة عظيمة ليس لها ثقل في ميزان الإسلام يوازي غيرها من العبادات، جعلها الله تعالى في أيام عظيمة ليس لها في ميزان الأيام عند الله أيضا ما يثاقلها في الميزان. كل ما حولك عظيم عبد الله، الزمان عظيم والمكان عظيم والبيت عظيم والعبادة عظيمة، وربك سبحانه وتعالى عظيم جليل جل في علاه. بقي في سلسلة العظمة هذه أن تكون عظيما أنت، وعظمتك هي في كل ما يمكن أن تبلغه بعبوديتك لله. أعظم الخلق عند الله أشدهم عبودية وافتقارا إليه سبحانه. أما رأيت إلى معجزة الإسراء والمعراج التي جعلها الله لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم آية عظيمة ومعجزة خارقة، وهي آية كونية يؤخذ من هنا من رحاب البيت الحرام إلى المسجد الأقصى فيؤم الأنبياء عليهم السلام، ثم يعرج به بالبراق بصحبة جبريل عليه السلام إلى السماوات السبع حتى يبلغ سدرة المنتهى ويدرك منزلة ما بلغها قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل، فتفرض عليه الصلوات ويعود صلى الله عليه وسلم ليلته تلك في معجزة عظيمة غاية العظمة. لما ذكرت هذه المعجزة الكريمة في القرآن الكريم في سياق الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام ومدحه والتفضل عليه والتمنن بهذه النعمة العظيمة، قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية.
ما وصفه بشيء في تلك المنزلة من العظمة بشيء أعظم من وصف العبودية. أسرى بعبده: كلما كنت عظيما عند الله كنت أشد عبودية لله. أعود فأقول: اجتمعت لك عبد الله العظمة من جميع جوانبها، وما بقي إلا خانتك أنت، فاملأها عظمة رعاك الله بعظمة ما تؤديه عبودية لله. فإن أحسنت فهنيئا لك والله، أوتيت العظمة من جميع أبوابها، ونلت شرف الزمان والمكان والعبادة والقبول إن شاء الله تعالى، فترجع وقد تحققت لك المنى، وأديت الواجب، وأبرأت ذمتك، وبيضت صحيفتك، وثقلت ميزانك، وعدت لست كما أنت الذي جئت قبل حجك لبيت الله الحرام. أيها المسلمون، أيام عظيمة تتنافس فيها الأنفاس، ويتسابق فيها الصالحون بحثاً عن رضا ربهم وخالقهم ومولاهم. ولئلا يظن العبد أو يزين له الشيطان أن المسألة عبادات كثيفة تحتاج إلى جهود وهمم عظيمة، هي أقرب من ذلك بكثير. كل حسنة وعمل صالح وقربة تتقرب بها إلى الله في هذه الأيام أنت مأجور عليها. أخلص نيتك لله، واستشعر عظمة الأيام، وأدي القربات التي وسعتك، واجتهد فيما يمكن لك فيه مسابقة عباد الله الصالحين. العبادات لا حد لها، ورب عبد يفتح له في باب دون باب، والناس في هذا مسالك شتى، فمن الذي يفتح عليه في الصلاة، وآخر في قراءة القرآن، وثالث في الذكر، ورابع في الإحسان إلى المساكين، وخامس في بره بوالديه، وسادس في صلته بجيرانه، وسابع في السبق إلى المساجد والصفوف الأول، وثامن وتاسع وعاشر. قلب قلبك بين تلك العبادات، وتقرب إلى الله بما استطعت، ومن فتح له في باب من الخير والقربة والعمل الصالح فلا يزهد فيه، وليقبل على الله، واجعل على لسانك قائما وقاعدا هذا الذكر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وانظر إلى أنها غراس لك في الجنة بكل مرة تلفظها. غراس الجنة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. الباقيات الصالحات كما قال الله عز وجل: خير عند ربك ثوابا، وخير أملا، وخير مردا. ما شيء تؤمله يوم تلقى الله خير من هذه الكلمات، ولا ثواب ترجوه عند الله يوم تلقاه خير من هذه الكلمات، ولا شيء يوم يردك المرد إلى الله فتبتهج بأن تلقاه في صحيفتك خير من هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم. تدري ما هذا؟ هذه إشاعة الذكر وإعلانه ورفع الأصوات به لتضج الشوارع والطرقات والأسواق والمساجد والبيوت بتكبير الله. ضجيج يملأ الكون أنسا وطمأنينة. كل ضجيج له صخب وإزعاج وأذى في الآذان وفي الأسماع وفي القلوب إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن رفع الصوت به أنس، والاشتغال به طمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ميمون بن مهران رحمه الله، وهو سيد من سادات التابعين، قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، كأنما يموج به المكان من كثرة ما يسمع من ارتفاع الأصوات بالتكبير والتهليل والتحميد. فرحم الله عبداً أحيا هذه السنة، وأعلن في الأمة هذا التكبير. فربما مشى في طريق فكبر، فسمع الناس تكبيره فكبروا لأجله فنال أجرهم، وأوصى أهله وذكر أولاده وشغل أوقاتهم. التكبير في هذه الأيام مطلق في كل وقت وآن، صبحاً ومساءً، إقبالاً وإدباراً، لكنه يقيد على وجه أخص بعد فجر يوم عرفة لغير الحاج، وبعد ظهر يوم العيد للحاج، إلى آخر
مغرب أيام التشريق، فإنه تكبير مقيد يكون عقب هذه الأيام الصالحة العظيمة المباركة. ومن أراد أن يصوم شيئا من هذه الأيام يصومها تطوعا وتنفلا، فإنها من جملة العمل الصالح الذي يدخل في فضيلة العمل هذه الأيام. وقد أثر عن بعض السلف استحبابهم صيامها واستباقهم إليها من غير حصر لها، وغير الحاج يصوم عرفة على وجه الخصوص، والحاج الأفضل له الفطر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله في الحديث الصحيح: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر كفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما في صحيح مسلم. تعهد أهل البيت أيها المباركون، حتى من كان منكم حاجا وقد خلف في داره وبلده الأهل والأولاد والعيال، فإنه من حسن الرعاية والأمانة لمن تحت أيدينا أن نتعهدهم بالتذكير والوصية والأخذ بهم. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. يقول حتى الخدم لا تتركوا تذكيرهم، فكيف إذن بالزوجة والأولاد؟ كيف بالإخوة والأخوات؟ نحن أحرى بأن نكون أكثر حرصاً على الأخذ بأيديهم نحو مواطن الرحمة ومواطن الفضل والبركة والثواب العظيم. من التجارة الرابحة في هذه العشر الاشتغال بكتاب الله أيها الكرام حجاج بيت الله الحرام، فإن الإقبال على كتاب الله الكريم والاشتغال به في هذه الأيام المباركة من جليل العمل الصالح. قد كان السلف رحمة الله عليهم يستحبون للحاج إذا دخل مكة موسم الحج ألا يخرج منها إلا وقد ختم القرآن، وهذا الصنيع من الإقبال على كتاب الله هو التماس لمرضاة الله من باب عظيم، فهو كلامه سبحانه: ومن أحب الله أحب كلامه، ولو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، كما قال ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. أيام عظيمة في حديث البزار وابن حبان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. هي أيام كريمة، فليقبل عليها العبد بما يرجو أن يفرح بأن يلقاه في صحيفته يوم يلقى الله. ومن استشعر تلك العظمة بجوانبها التي اجتمعت والفضائل التي أحيط به في هذه الأيام المباركة أدرك أنه أمام مغنم كبير ومنجم من الحسنات والأجور، بحر يغترف منه ما شاء، فليستقل العبد من ذلك أو ليستكثر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولحديثنا بقية في الليالي المتتابعة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.